جود مورنينج يا اولاد، في حد سامعني؟ اللي سامعني بس يرد عليا. سامعيني يا ولاد؟ طيب الصوت واضح؟ اللي سامعني بس يقول لي ان هو سامعني. بس الصوت عيلان معايا يا ولاد، سامعين؟ عيلان معايا، سامعيني؟ ايوه يا مس. تمام. طيب اللي فتح الكاميرا يقفلها بس. أدهم ودينا وسارة، اقفلوا الكاميرات. رودينا اقفلي الكاميرا يا رودينا. احنا بس بنقبل بقية زمايلكم وهبدأ السيشن على طول. مش ممكن تعلي صوتك؟ علي صوتي، انا لسه ما بداتش حاجه، انا بقول بقبل بقيه زمايلكم بس وهنبدا السيشن على طول بتاعنا. اللي هي الشاشه عندكم واضحه؟ تمام. طيب انا هقفل الصوت عليكم، لو في اي حاجه هتكتبيها له على الشات. ماشي. مين حضرتك مش بتشوف اللي احنا بنكتبه على الشات؟ لا بشوفه وبرد عليكم والله، وفي الاخر خالص بس مش بيظهر لنا. مش بيظهر لكم ايه؟ انا بجاوب عليه، انا مش بكتب لكم على الشات، انتوا اكتبوا لي على الشات وانا ارد عليكم. خلاص. طيب النهارده هناخد الليسون بتاعنا اللي هو الانترسكشن اوف تو سيتس. طيب ايه هو الانترسكشن؟ زي ما احنا شايفين كده عندنا تو سيتس اللي هم اكس وواي. تمام. الست اكس هنا يا ولاد اللي هي البلو. طيب ايه هي الاليمنت اللي جوه الست اكس؟ اللي هي ال1 وال2 وال5. اوكي. طيب الست واي ايه هي الاليمنت اللي جوه الست واي؟ ال1 وال3 وال5. طيب معنى الانترسكشن اوف تو سيتس، انا عايزه الكومن اليمنت. يعني ايه الكومن اليمنت؟ يعني ايه هي الاليمنت المشتركه بين الست اكس والست واي؟ ايه هي النمبرز المشتركه هنا اللي هي 1 و5؟ تمام. طيب اللي هيجاوب معايا يكتب لي على الشات بعد اذنكم. نكتب على الشات. يبقى احنا كده عرفنا ان الانترسكت اللي هي العلامه بتاعتها اللي هي عامله زي اليو المقلوبه دي اسمها الانترسكت. يبقى الانترسكت ده بيبقى عايز مني ايه؟ بيبقى عايز مني ان انا اكتب له الكومن اليمنت. يعني ايه الكومن اليمنت؟ يعني الاليمنت المشتركه بين الست الاولى والست الثانيه. طيب في التو سيتس اللي قدامنا دول ايه المشترك؟ لو انتوا لاحظتوا ان الكومن اليمنت اللي هم موجودين في الجزء الجرين اللي هم ال1 وال5. تمام. طبعا بكتبهم على شكل ست، ما ينفعش اكتبهم على اليمنت كده لوحدهم زي ما انا كاتبه لكم كده. ال1 وال5 في الست. تمام. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل 2. عندي ست اسمها A وست ثانيه اسمها B. A فيها ايه؟ فيها ال1 وال2 وال3. طيب ال B فيها ايه؟ B فيها ال5 وال6. لو احنا لاحظنا كده ان ال A وال B هل في بينهم common element؟ لا مفيش اي common element. وحتى من الفيجر اللي قدامنا هنلاقي ان ال A بعيدة عن ال B، مفيش اي A common area بينهم. طيب تمام. يبقى ال A intersect ال B equal A equal null. تمام.
اللي فيه حاجة مش واضحة في الدو اكزامبل دول يبعت لي. طيب الاكزامبل اللي بعده، هنا عندي تو سيتس زي ما انتم شايفين، ان وجواها ام، ان وجواها ام. طيب لو انا عايزه اكتب الام، الام فيها ايه؟ فيها ال1 وال3 تمام. طيب الان فيها ايه؟ طب الصوت كده واضح، اللي بيقول لي علي صوتك اهو عليت صوتي. الان فيها ايه؟ فيها ال1 وال2 وال3 وال4، فيها كل الاليمنت. طيب انا عايزه اجيب ايه؟ عايزه اجيب الكومن اليمنت بين الام والان، اللي هي ام انترسكت الان. ايه هو المشترك بين الام والان؟ اللي هم مين؟ ال1 وال3. ال1 وال3 اللي هم مين؟ اللي هم الام كلها. يبقى انا الاحظ ايه من الفيجر اللي قدامي ده؟ ان لما تكون في ست جوه الثانيه، يعني الام دي جوه الان، يبقى الانترسكت بينهم بتبقى الست اللي جوه تمام، السمول ست تمام. يبقى انا عندي تو سيتس كده تمام معايا. اكزامبل 3. طيب نشوف. طيب برافو عليك يا محمود. طيب نشوف بقى اكزامبل 4 كده. انا عندي دلوقتي السيت بتاعتي اس وبي، التو سيتس دول ايكوال بعض، نفس الست اس هي بي ايكوال بي. فايه هي الاليمنت اللي في اس؟ اي وبي وسي. طب ايه هم الاليمنت اللي في بي؟ سي وبي واي. طيب يبقى الاس انترسكت البي، ايه هو المشترك؟ اس كلها اور بي كلها. يبقى الاس انترسكت البي ايكوال الاي والبي والسي اللي هي ايكوال اس اللي هي ايكوال بي. بالنسبه للسلايد الاولانيه دي، اللي عنده سؤال فيها قبل ما ننتقل للثانيه يكتبه، اللي ما عندوش سؤال يكتب اوكي عشان ننتقل على اللي بعده. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الاكزامبل اللي قدامنا ده وهنبدا نحل مع بعض تمام. طيب هو دلوقتي مديك تو سيتس اللي هم اكس وواي. مش حازم مش فاهم نمبر 2؟ نمبر 2 تمام، نمبر 2 دول اللي كان تو سيتس بعيده عن بعض، كان اي وبي تمام. فهو لما التو سيتس بعيده عن بعضهم يبقى الانترسكت بتاعهم فاي، مفيش انترسكت بينهم، مفيش اي كومن اريا ولا كومن اليمنت بينهم زي الاكزامبل الاخير هنا اللي هو اكس وواي. لو لاحظت ان الاكس بعيده عن الواي، مفيش حاجه مشتركه بينهم تمام. طيب تعالوا نشوف هنا في اول اكزامبل. انا عايزه الاجابات بقى على الشات. اول اكزامبل ادي الاكس وادي الواي، انا عايزه الاكس انترسكت الواي. هتكتبوا لي الاكس انترسكت الواي. ماشي يا ساره، بس ما بكتبهاش كده، اكتبيها جوه الست والتو اليمنت بينهم كوما. طيب تمام. هنا وعبد العزيز برافو، انا مجاوبه. لا لا مش واحده واحده، كلهم هيجاوبوا. نشوف الثانيه. طيب نجاوب على الثانيه. اكس انترسكت واي في الشكل الثاني اللي هو الاكس جوه الواي، يعني في واحده صغيره وفي واحده كبيره، يبقى الانترسكت بينهم هيديني مين؟ اكسلنت. انا مش عارف مين دي. مين سي اللي كاتب سي ده؟ وفي اي. انتوا بتكتبوا حاجه غلط. ال7 برافو. ال7 اللي هي مين اصلا بقى؟ برافو ال7 عمر وعبد العزيز وحبيبه وجنى، برافو وساره تمام. طيب تمام. يبقى احنا قلنا لما يكون في تو سيتس، واحده صغيره وواحده كبيره، صغيره طبعا بتبقى جوه الكبيره، يبقى الانترسكت بينهم هيديني الصغيره اللي هي الاكس اللي هي ايكوال 7. طيب تعالوا نشوف نمبر 3. اكس وواي هم نفس الست، هم ايكوال بعض، يبقى الانترسكت بينهم هيديني مين؟ انا عايزه الانترسكت بين الاكس والواي. برافو يا نوران شاطره، وعبد العزيز و برافو يا مين ده؟ انا محمد ولينا تمام، وجاسر وعمر كله تمام. طيب تمام. شوف الاخيره بقى، ادي الاكس وادي الواي والاثنين بعاد عن بعض، هل في كومن اريا؟ هل في كومن اليمنت؟ عايزه الاكس انترسكت الواي هيبقى ايكوال ايه في اخر واحده؟ اكس انترسكت الواي هيبقى ايكوال ايه؟ نو انتوا ما عندكوش رمز الفاي على الكيبورد.
طيب تمام، اللي كاتب نو ده عارف ان هي تتكتب فاي. ها تمام، او ممكن تعملوا لو انتم ما عندكوش على الكيبورد تعملوا الست وفاضيه. ايه اليزا؟ طيب تمام، نشوف بقى الاجابات بتاعتنا. ادي الاجابات اللي انتم جاوبتوها تمام كده. طيب نشوف بقى الجزء اللي بعده. ندى بصوا في اخر واحده دي ممكن نكتب فيها فاي، ممكن فيها نكتب ست فاضيه، ممكن نعمل ام ست، يعني كله صح. نال برافو، برافو يا ملك. مش فاهمه دي اسماء، اسماء مش فاهمه اخر واحده. طيب تمام، بصي يا اسماء هنا التو سيتس اكس وواي، معنى الانترسكشن ان انا عامله عايزه اعمل ايه، ايه اكس انترسكت واي، يعني انا عايزه اشوف ايه المشترك بين اكس وواي. اكس فيها ايه وحبيبه كمان، ركزي معايا يا حبيبه. دلوقتي الاكس والواي، الاكس فيها ايه الاليمنت اللي فيها ايه ودي، طب والواي فيها ايه، فيها سي واف. هل في حاجه مشتركه بين اكس وواي، في اي اليمنت مشتركه موجوده في اكس وموجوده في واي في نفس الوقت؟ لا مفيش اي حاجه مشتركه. لما ما يكونش في حاجه مشتركه يبقى الانترسكشن بينهم يعني اكس انترسكت واي في فيجر 4 ايكوال فاي، او السيت اليمنت اللي هي الايه الامتي اللي هي فاضيه دي، اكتبها كده او اكتبها كده او اكتب نال. تمام، وبيبقى الرسمه بتاعتها ازاي زي ما انت شايفاها كده، التو سيتس بعيده عن بعض مفيش كومن اريا بينهم. تمام، طيب نشوف الجزء اللي بعده. طيب انتوا بقى هتبداوا تكتبوا لي برده الاجابات. في نمبر 1 نمبر ايه عندي ست 2 3 4 انترسكت ال 4 وال 5 وال 2، عايز اعرف الانترسكت بينهم هيبقى ايه. يلا بسرعه عشان نكمل عندنا اكسرسايز كتيره. برافو يا ملك ونوران، اكسلنت عبد العزيز، نوران وحبيبه، حبيبه ساره انت كاتبه 3 منين؟ لا يارا اكسلنت، عمر تمام، هنا اكسلنت، اروى اكسلنت، مصطفى برافو عليك، عبد العزيز. طيب تمام تمام، احنا كده هنقول ان اول واحده هيبقى الانترسكت بتاعها الفور والتو، الفور والتو. طيب يلا الثانيه تكتبوا لي الاجابه الثانيه بقى، الست اللي هي 5 و7 و8، 5 و7 و8 انترسكت 4 و2 1، هنكتب ايه؟ عايزه الانترسكت يعني المشترك بين الست الاولانيه والست الثانيه. اكسلنت يا عمر وجاسر برافو عليكم. هنا هيبقى ايه؟ هيبقى فاي اللي هي نال، مفيش اصلا مفيش حاجه مشتركه. تمام، طيب نمبر 3 6 و 4 و 6 و 4 ايه هو الانترسكشن بينهم؟ بسرعه. برافو سفيان، لينا، نوران، حازم، ادهم برافو عليكم اكسلنت. طيب نمبر دي ايه هو الانترسكت من 3 و 33؟ هيبقى ايه؟ لا نوران نركز نركز، برافو عليك يا ملك. محمود برافو، جنى برافو، رودينا برافو، ماشي يا اروى، رودينا وهنا واسماء. ايوه كده، هو في حاجه اصلا، في حاجة أصلا مشتركة، ده رقم 3 وده رقم اسمه 33، ما تفسسوش الرقم ده اسمه 33 وده 3، زي ما يقول لك الزيرو 100، لو بدل ال 3 ده 0 وبدل ال 33 100 برضه هيبقى الانترسكشن بينهم إيه؟ برضه فاي. تمام؟ طيب نمبر إي A و B وبعد كده C و D و A و B. A و B جنى برافو، ملك اكسلنت، تمام يا لينا. اخر سؤال بقى، ال1 و2 و3 انترسكت السيت اوف ديجيت اوف ذا نمبر 2051 2051، ايه هو الانترسكت بينهم؟ برافو شاطره يا جنى، يارا، لينا، رودينا برافو، عبد العزيز اكسلنت. طيب كده احنا عملنا الاكسرسايز اهو على الانترسكت وايه وحلينا مع بعض. الإجابات هتظهر. طيب تمام، في حد عنده أي سؤال؟
دي الإجابات بتاعت اللي احنا جاوبناها اهي. تمام، نشوف بقى اللي بعديه. طيب كده احنا خلصنا الانترسيكشن. طيب اليونيون بقى، اليونيون تو سيتس، يعني ايه يونيون تو سيتس؟ اولا الساين بتاعتها عكس الايه، عكس الانترسيكت، يو شبه اليو اهي، شبه اليو. طيب انا عندي نفس الكلام، تو سيتس هم اكس وواي، تمام. الاكس فيها التو والثري والفايف، والواي فيها ايه؟ فيها الثري والفور والفايف. معنى ان انا اقول لك عايزه اكس يونيون واي، يعني اكتب الاول اليمنت. ادم ما تكتبش على البورد بعد اذنك. الاكس يونيون الواي يعني ايه؟ يعني اكتب الاول اليمنت بتاعت الاكس وبتاعت الواي من غير ما اكرر حاجه، تمام. نخلي بالنا من غير، لو سمحتوا اللي بيكتب حاجه على البورد انا هخرجه بره السيشن، محدش يمسك الماوس خالص. انت بتكتبها بتمسكها عشان ما بتمسكهاش اصلا، انت بتكتب لي على الكيبورد، محدش يمسك الماوس. طيب تمام. طيب تعالوا نشوف بقى اليونيون هعمله ازاي. اليونيون قلنا بكتب الاول اليمنت من غير ما اكرر، ونركز في النقطه دي عشان دايما في ولاد بيغلطوا فيها، بيكرروا ان ايه الاليمنت، وده هيبقى غلط. انا عندي الاكس عباره عن 2 3 و5 زي ما احنا شايفين، الواي عباره عن 3 و4 و5. هنا شايفين الساين دي اللي عامله زي اليو دي، دي اسمها يونيون. يبقى اكس يونيون واي، هكتب كل اللي في اكس وكل اللي في واي من غير ما اكرر، يعني اكتب ال2 وال3 وال5، هاجي الناحيه الثانيه الاقي 3 ما اكتبهاش ثاني، اكتب ال4، طب انا كتبت ال5 مره ما اكتبهاش ثاني. يبقى الاكس يونيون الواي 2 و3 و5 و4. برافو. طيب اللي بعده عندي 2 سيتس برضو بعيده عن بعضها، اللي هي الاي والبي. الاي فيها ايه؟ فيها ال2 وال4، والبي فيها ال1 وال5. طب انا عايزه اليونيون، يعني ايه اليونيون؟ يعني كل الاليمنت الاول اليمنت الموجوده في ايه وبي مع بعض، تمام. يبقى هكتب ايه؟ هكتب ال2 وال4 وال1 وال5. برافو يا حبيبه. تمام، تعالوا نشوف بقى الفيجر اللي بعد كده، نمبر 3. عندنا برضو ست صغيره والست كبيره. لو احنا فاكرين احنا قلنا الانترسيكشن بين التو سيتس اللي جوه بعض دول بيديني الصغيره، اليونيون يديني مين بقى؟ يديني الكبيره اللي هي بره. يبقى لما يكون في تو سيت جوه بعض، انا عندي هنا الام جوه الان، يبقى الام هي الصغيره والان الكبيره، تمام. انا عايزه اليونيون، اليونيون هيديني مين؟ الان. طب تعال نشوف كده برضو ازاي. الام فيها ايه؟ فيها ال7 وال5. طب والان؟ الان فيها كلهم ال7 وال5 وال6 وال8. طب لو انا عايزه اكتب اليونيون، هكتب ال7 وال5 وال6 وال8 اللي هم مين اصلا؟ الان. ماشي يا مروان، تمام. طيب اخر واحده اللي هي ست اس ايكوال ست بي، الاثنين نفس الست وفيهم اي بي سي. طب انا عايزه اليونيون بينهم، يعني ايه اليونيون بينهم؟ يعني الاليمنت اللي موجوده في الاثنين. ايه هي الاليمنت الموجوده في الاثنين؟ الاي والبي والسي، اللي هم ايكوال الاس وايكوال مين؟ البي، تمام. يبقى احنا عرفنا كده ان في الانترسيكشن بعمل ايه؟ بكتب الكومن بس، الكومن يعني المشترك، لكن اليونيون بكتب الاول اليمنت من غير ما اكرر حاجه. ناخد بقى اكسرسايز عليها. تمام، هو اليونيون عباره عن شكل الطبق اللي فوق اليو دي، بلم فيها ايه؟ كل النمبرز، كل الاليمنت اللي عندي من غير ما اكرر. تعالوا هناخد دلوقتي اكسرسايز وهتحلوا معايا عشان اشوف انتوا فهمتوا ولا لا. طيب دلوقتي بقى عايزه ايه؟ كل واحد يجاوب لي. ماشي، عندي الاكس فيها 2 و3 و5 و8، والواي فيها 0 و3 و4 و5، والزد فيها 1 و3 و1 و2 و3 و7. عايزه بقى اول اجابه، يلا. اكس يونيون واي، دي اكس يونيون واي. ها اشوف الاجابه بين الاكس والواي. مش يارا مش فاهمه ايه؟ اثنين، لا خلي بالك يا عبد العزيز، يونيون يعني بكتب كل الاليمنت اللي في اكس وواي، ما تتلخبطوش، كل الاليمنت اللي في اكس وواي من غير ما اكرر حاجه. علي في برافو عليك يا نوران. لا نوران هي اللي جابت، وجاسر برافو، وملك برافو. في ناس ناسيه اليمنت، نركز عشان نكتب كل الاليمنت من غير ما انسى حاجه. هي هتبقى ايه؟ كل اللي في اكس 2 و3 و5 و8. ماشي، نيجي الواي،
هاخد الزيرو، 3 كتبتها مرة مش هكتبها تاني، وهاخد الفور والفايف مش هكتبها تاني. تمام كده؟ برافو عليك. طيب طب اللي بعدها بقى اكس يونيون الزد، انا هكتب لكم الحل في الاخر التلاتة مع بعض. الاكس يونيون الزد ايه هي الاليمنت كلها اللي موجوده في اكس واللي موجوده في زد من غير ما اكرر حاجه؟ نوران، اكسلنت، جاسر، ندى، برافو ملك، برافو عليكم. ايوه كده. هكتب ايه؟ هكتب كل اللي في اكس وكل اللي في زد من غير ما اكرر حاجه. برافو يا علي حبيبه، برافو علي علي شريف، برافو ساره، برافو. طيب يبقى هكتب ال2 وال3 وال5 وال8 واكتب ال1 وال7، هزود عليهم ال1 وال7 بس لان ال2 وال3 انا كتبتهم قبل كده. طيب اخر واحده بقى، عايزه اليونيون بين الواي والزد، عايزه اليونيون بين الواي والزد. يعني ايه يونيون؟ يعني كل الاليمنت اللي موجوده في واي وحط عليها الاليمنت الموجوده في زد من غير ما اكرر حاجه. ها ناقصه حاجه يا سي؟ ماشي يا علي، لينا ناقصه جنى، تمام، برافو نوران، محمود، لا ادم ناقصه حاجه، ناقصه فيه نمبرز وقع منك حبيبه. نركز ان احنا كتبنا كل اللي في واي وكل اللي في زد من غير ما اكرر. طيب نشوف بقى الحل بتاعنا. هنشوف بقى اهو، هنا كتب الاكس يونيون الواي، يعني كل اللي في اكس وكل اللي في واي من غير ما يكرر حاجه، يبقى 2 3 وال5 وال8 وال0 وال4. طيب اللي بعدها الاكس يونيون الزد، يبقى انا هكتب كل الاليمنت اللي في اكس وفي زد من غير ما اكرر حاجه، يبقى 2 3 وال5 وال8 وال1 وال7. خلي بالكم عشان وانتم بتكتبوا بتنسوا اليمنت، فاتاكد ان انا كتبت كل الاليمنت. طيب الواي والزد، هكتب كل اللي في واي وكل اللي في زد من غير برضو ما اكرر حاجه، يبقى ال0 وال3 وال4 وال5، ادي كتب الواي، وجه عند الزد كتب ال1 وال2 وال7، ما خدش ال3 تاني عشان انا كتبتها في الواي. تمام. ايه سفيان بيقول حاجه وانا بس وانا بحل اول قلتيش اسمي ولا قلت يا سفيان والله، بس انت ما سمعتش. ممكن شطور يا سفيان؟ لا بتحل يا حبيبي شاطر. طب مين اللي بيقول لي يا ميس الشاشه سودا؟ جودي ازاي الشاشه سودا وزمايلك بيحلوا معايا؟ شوفي حاجه من عندك انت، ممكن كابل الشاشه عندك انت يكون مهزوز. حازم اقفل لو سمحت الشاشه. نشوف اللي بعده. شطور يا سفيان. عبد العزيز ايه نودي؟ لا انا عندي الشاشه عادي. اه انتوا بتردوا عليها يعني؟ طب تمام، خلينا بقى هنا ما تردوش على بعض، ركزوا معايا هنا. طيب هنا بيقول لي if your mark is dead، بيقول لي if A and B are two non-empty sets then ال phi union ال A equal ال A. طيب يعني ايه phi union A equal A؟ هي ال phi ديت مش هي set empty set، يعني ما فيهاش اي element. طيب لما احطها على ال A، مش انا بحط ال element ال set الاولى على ال set الثانيه هتاثر على ال A؟ مش هتاثر عليها الحاجه. حازم اقفل الكاميرا. يبقى ال phi يونيون ال A هيديني A، طب فاي يونيون B هيديني B، فاي يونيون C يديني C، يبقى فاي يونيون أي ست هيديني نفس الست زي ما هي، مش هتغير فيها أي حاجة، لأن فاي ما أثرتش على الست دي لما ضفتها عليه. طيب بيقول لي بقى إيه؟ if A equal B therefore ال A يونيون ال B equal ال A equal ال B، زي ما إحنا خدنا ال S وال B اللي هي كانت آخر رسمة، ال 2 ست نفس الست، يبقى اليونيون بينهم هيبقى الست الاولى او الست الايه الثانيه، لان الاثنين واحد. طيب ايه في الايه سبست من البي؟ لو الايه جوه البي اللي احنا خدناها واحده صغيره وواحده كبيره، يبقى اليونيون هيديني مين؟ هيديني الكبيره اللي بره اللي هي البي. يعني لو الايه جوه البي، يبقى الايه هي الايه الصغيره والبي الكبيره، اليونيون يديني الكبيره اللي هي البي. طب لو انا عايزه الانترسكت هيديني مين؟ ها لو انا عندي الاي جوه البي وبقول لك عايزه الاي انترسكت البي، عايزه الاجابه بسرعه على الشات، يبقى الانترسكت هيديني الاي الصغيره ولا البي الكبيره؟ انا بقول الانترسكت. ها برافو مروان، برافو سلمى، عمر، اكسلنت. لا لينا ركزي حبيبه، جنى، ملك، برافو نوران. معلش انا بيجي لي اسامي بسرعه، فاللي ما انطقش اسمه ما يزعلش، يعني انتوا كلكم شاطرين. علي،
برافو رودينا، كده فهمنا. يبقى انا عندي ست جوه ست، اليونيون ده بياكل كل حاجه، ده طماع، اليونيون ده طماع فبياخد الكبيره، بياخد اللي بره البي، لكن الانترسكت بطنه صغنونه فبياخد اللي جوه صغنونه، بياخد الايه. تمام كده عشان ما نتلخبطش. اليونيون وشه لفوق زي اليو، الانترسكت عكسها وشها لتحت عامله زي اليو المقلوبه، اليونيون عامله زي الطبق كده بحط فيه كل حاجه. تمام. طيب نشوف اللي بعده. يلا بقى عايزه اشوف بقى، مش عايزه ولا غلطه، نركز عشان هو اصلا سهل بس انتوا بتغلط. حل واحده واحده. هنا 3 و4 يونيون، 3 و4 ايه ست او جي ايه اللي بتكتبوه ده؟ انا عايزه اليونيون، ركز. لا انتوا كده بتحولوا، نركز بقى. ايوه يوسف وعمر صح، ماشي، وجاسر صح، ونوران صح، تمام، محمود تمام، عبد العزيز ومصطفى وسلمى لينا، تمام كده. يونيون نركز تاني، يونيون اللي هو عامل الطبق اللي وشه لفوق ده الطماع، يعني ايه؟ بحط فيه كل الاليمنت، بيبلع كل الاليمنت من غير ما اكرر. يبقى اكتب الثري والفور، مش هكتب الثري تاني، روح كاتبه الفايف والسفن، سهله خالص. اللي بعدها برضو عايزه عمو الطماع اللي هو اليونيون، عندي تو سيتس وعمو الطماع عايز ياكلهم اليونيون. ها برافو عليكم نوران وندى، برافو ملك، تمام. يبقى اكتب الايه، ال7 وال9، وهكتب ال3. هروح الناحيه الثانيه هلاقي ال7 وال9 مش هاخدهم تاني. طيب اللي احنا لسه قايلينها بقى، عندي الاكس سبست من الواي، الاكس جوه الواي، يبقى الاكس الصغيره والواي الكبيره، يبقى اليونيون هيديني مين، الصغيره ولا الكبيره؟ الاكس جوه الواي، الاكس الصغيره والواي الكبيره. برافو يا هنا. يوسف لا، عمر غلط، ملك، عمر ما قلنا عمر غلط، محمود غلط، نوران صح، ملك، مصطفى. بصوا يا اولاد تاني، انا عندي ست جوه ست، اكس سبست من الواي معناها ان الاكس جوه الواي، يبقى الاكس صغيره والواي كبيره، المكتوبه الاول دي هي صغيره والتانيه دي الكبيره. اليونيون قلنا هو الطماع، بياخد مين؟ ياخد الكبيره، يبقى ياخد مين؟ ياخد الواي، تمام. لكن لو اداك انترسكت يبقى هكتب له الاكس الصغيره. طب تعالوا بقى نشوف كده، اللي فاهم بقى ومركز معايا يحل دي، شوف مين بقى الاكسلنت فيكم. لو الاكس يونيون البي، لو الاي سوري يونيون البي ايكوال اي، يعني لو الاي يونيون بي اداك الاي، يبقى مين جوه مين؟ البي جوه الاي ولا الاي جوه البي؟ ها مين سبست من مين؟ اليونيون بيديني مين اصلا، الكبيره ولا الصغيره؟ ها لا، هو في رمزين هتكتبوهم. برافو عليك يا عبد العزيز، لغايه دلوقتي عبد العزيز هو اللي جابها. ايوه واروى وعمر تمام وهنا، برافو. طيب احنا قلنا اليونيون بيديني الكبيره، يبقى مين الكبيره اللي بره؟ الاي. يبقى مين اللي جواها؟ البي. يبقى البي سبست من الاي، البي هي اللي جوه الاي، لان اليونيون بيديني اللي بره الكبيره، يبقى اللي بره هي الاي واللي جوه هي البي. طيب الفاي يونيون اكس، فاي يونيون اي ست في الدنيا بتديني ايه؟ برافو يا مين، جاسر، جنى، علي، لينا، ماشي، ادهم، ياسين، ملك، اكسلنت. يبقى هيديني الاكس زي ما هي، مش هتاثر عليها في حاجه. طيب كده احنا خدنا الانترسكت واليونيون، فيهم مشكله؟ لا ما فيهمش مشكله وانتوا حليتوا عليهم. طيب تعالوا نشوف بقى، هناخد دلوقتي اليونيفرسال سيت اند ذا كومبلمنت اوف ا سيت. طيب هناخد الاول اليونيفرسال سيت، يعني ايه يا ميس يونيفرسال سيت؟ ركزوا معايا بقى، خلاص سيبكم الاجابات وركزوا معايا بقى. ذا يونيفرسال سيت از ذا مذر سيت ويز انكلود اول ذا جيفن سيتس، it's denoted included all the given subset. يعني ايه؟ هي الام لكل الست، هي اللي بتلم السيتس كلها جواها، فاحنا سميناها ايه؟ يونيفرسال سيت، وبنديها الحرف بتاعها ايه؟ اليو الكابيتال، ده يو كابيتال كبيره، ما ينفعش اكتب يو صغنونه، ماشي. طيب تعالوا نشوف كده في الاكزامبل هتبان اكتر. انا عندي دلوقتي ست اسمها ايه، فيها 2 و8 و6 ماشي، وست ثانيه بي عباره عن 10 و8 و6
وست تالتة اسمها سي عبارة عن 4 و 0. طيب بيقول لي إيه بقى؟ write a suitable universal set اللي هي اليو and represent it by Venn diagram. طيب يبقى أنا الأول هو عايزني ألم كل دول في اليونيفرسال سيت. هعملها إزاي في بفن؟ هعمل زي ما أنتوا شايفين كده سكوير كبير. طيب وحط الأول أنا عندي في كومن إليمنت بين الـ A والـ B ولا مفيش، عشان أعرف إزاي إن أنا هرسمها. هل في كومن إليمنت بين الـ A والـ B؟ آه في. مين هما؟ الـ 8 والـ 6. يبقى أنا هرسم الـ A والـ B بعيد عن بعض ولا هعمل في بينهم كومن اريا؟ لازم اعمل بينهم كومن اريا عشان اكتب فيها الكومن اليمنت. برافو عليك عبد العزيز، برافو عليك. يبقى زي ما احنا شايفين كده احنا رسمناها ازاي، رسمنا تو سيركل في بينهم كومن اريا اللي هم الاي والبي، وكتبت بقى الاي عباره عن التو، وكتبت الكومن اليمنت في الجزء الكومن اريا اللي هو ال6 وال8. طيب انا كتبت من البي ال6 وال8، يبقى اتبقى لي ال10 كتبتها. طيب نيجي على السي، طبعا مفيش اي حاجه مشتركه بين البي والسي والاي، فانا رسمت السي بعيده عنهم خالص وحطيت فيها الزيرو والفور. طيب اشوف بقى النمبرز دلوقتي دي، طب تعالوا نشوف كده، عايزين نعمل ريبريزنت لليونيفرسال سيت دي. طيب دي عباره عن الايه؟ عن الايفن نمبرز ليس ذان ال 14، دول الايفن اللي اقل من ال 14. طيب يبقى ال 12 دي هو قال لي اعمليها اللي هي الايفن نمبرز اللي ليس ذان ال 14. طيب هو قال لي اعملي ان اليو دي عباره عن الايفن نمبر اللي اقل من ال 14. طب ايه هم الايفن نمبر اللي اقل من 14؟ ال 0 وال 2 وال 4 وال 6 وال 8 وال 10. ناقص مين؟ مين اللي ناقصه مش ما اتكتبتش؟ ال 12. طب ال 12 دي هكتبها في الاي ولا البي ولا السي؟ مش هكتبها ولا في الاي ولا في البي ولا في السي، تمام؟ هكتبها فين؟ هكتبها بره في السكوير وبعيده عن الثلاثه. هكتبها بره في السكوير وبعيده عن الثلاثه، يعني اليو عباره عنهم كلهم، عباره عن الاي والبي والسي وكمان ال 12. تمام؟ معايا؟ اه اليو. طيب انا عايزه دلوقتي الـ A intersect الـ U. من غير ما أنا أبص كده، الـ A intersect الـ U ده مش الـ A دي جوه الـ U؟ الـ A دي subset من الـ U؟ مش إحنا قلنا لما يكون عندي واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، الـ A دي الصغيرة والـ U دي طبعًا أكبر واحدة. طيب الـ A intersect الـ U يديني مين على طول؟ يديني مين؟ برافو، ال2 وال6 وال8 اللي هم مين؟ اللي هم الاي. تمام، برافو عليكم، برافو عليكم. ال2 وال6 وال8 اللي هم الاي. يبقى اما يكون عندي ست صغيره وست كبيره انا بعمل فيهم ايه؟ لو عايزه الانترسكت يديني الصغيره، فمين الصغيره؟ الاي ولا اليو؟ الاي. تعالوا نشوف بقى اللي تحتيها، البي يونيون اليو، برضو عندي تو سيتس، واحده صغيره وواحده كبيره، البي صغيره واليو كبيره. طيب اليونيون يديني الكبيرة ولا الصغيرة؟ هيديني البي ولا اليو؟ خلاص احنا خلصنا الأولانية يا أروى، شوف التانية. برافو عليك يا عمر، اليو. مش فاهمة الدرس ايه؟ ملك، انتي بتقولي ايه؟ أني جزء اللي مش مفهوم يا ملك؟ معلش وضحيلي. جانا، مش فاهمة اليونيفرسال. طيب تاني، أنا عندي اليونيفرسال دي اللي هي المذر ست. يعني ايه المذر ست؟ ست بلم جواها كل الست الصغيره، هي امهم فكلهم جواها. فدلوقتي لما انا بقول لك ادي الشكل اللي قدامك اهو، تمام؟ بصي على الشكل اللي قدامك، الرسمه اللي قدامك. طيب انا عندي اليو دي كبيره والاي صغيره وبي صغيره وسي صغيره وكلهم جوه اليو. طيب انا عايزه الاي انترسكت اليو، الانترسكت يديني الصغيره. طب الصغيره فيهم الاي ولا اليو؟ الاي، فعشان كده كتبت الاي. طب في نمبر بي، البي يونيون اليو، اليونيون بيديني دايما مين؟ الكبيره، لان احنا قلنا هو الطماع. طب مين الكبيره فيهم، البي ولا اليو؟ اليو. تمام، ده بالنسبه للاي والبي. بالنسبه للاثنين ما كانوش فاهمين يردوا عليا، فهموا التو اكزامبلز دول ولا لا؟
بص يا حبيبي، هو دلوقتي اليو قال لي اكتبي كل الايفن نمبر اللي زان ال 14 تمام. فانا لما جيت بصيت كده جوه اليو تمام اللي احنا كتبناها لك قدامك اهو وبيكلمك بس جوه الرسمه هنا اليو ناقصها مين؟ اليو كتبنا فيها ال 2 وال 6 وال 8 وال 10 وال 4 وال 0. طيب ناقص مين ما اتكتبش؟ ناقص ال 12. طب ال 12 ده جوه حاجه من السيتس الاي او البي او السي؟ لا، يبقى هكتبه براهم تمام. اسراء انا الدرس ده مش فاهماه. طب ما انا بشرحه اهو يا اسراء، مش فاهمه انهي حته فيه، انهي جزء فيه. التو اكزامبل يا اسراء ردي عليا بس، التو اكزامبلز اللي انا شرحتهم نمبر A ونمبر B مفهومين من ولا لا؟ طيب ماشي يا ملك، فهمتي تمام. طيب اسراء بقى اللي مش فاهمه كله، اسراء مش فاهمه كله، مش فاهمه ايه المذر ست ولا مش فاهمه من اول السيشن؟ كل الدرس الاخير. طيب ما الدرس الاخير ده انا لسه بادئه فيه تاني. انا عندي الشكل اللي قدامك ده عباره عن مذر ست، ست ام وجواها ولادها، ولادها اللي هم الاي والبي والسي تمام. طيب تمام، دلوقتي انا بقول ان الانترسكت بيديني الصغيره واليونيون بيديني الكبيره تمام. الصغيره مين؟ لو انا خدت هنا الاي انترسكت اليو، مين فيهم الصغيره؟ الاي ولا اليو؟ الاي. يبقى الانترسكت دايما بيديني الصغيره، يبقى هكتب له ايه؟ خلاص. طيب البي يونيون اليو، اليونيون بيديني الكبيره ولا الصغيره؟ بيديني الكبيره. طب مين الكبيره فيهم، البي ولا اليو؟ اليو، يبقى اكتب له اليو. طيب اللي كانت كاتبه بقى اسراء كل الدرس الاخير الجزئين دول فهمهم، هم دول اول الدرس الاخير اصلا، احنا لسه ما بدأناش فايته. ماشي عز الدين عبد العزيز حبيبه خلاص يا اسراء. طيب اللي بعده عندي الاي انترسكت البي، دي خلاص بقى قديمه بقى خدناها قبل كده. ايه الكومن اليمنت بين الاي والبي؟ ماشي يا ملك، انا عارف عرفت انت فهمتي ايه الكومن اليمنت، ال6 وال8. طيب عايزه اليونيون بين السي والبي، يبقى اكتب كل الاليمنت اللي في سي وكل الاليمنت اللي في بي. ايه كل الاليمنت اللي في سي؟ ال0 وال4، واللي في بي ال6 وال8 وال10 بس خلاص. الجديد ان احنا عملنا ام للسيتس، ماذر سيتس اسمها يو بس، لكن هنطبق عليها نفس اليونيون والانترسكت بتاع كل السيتس العاديه. طيب نشوف اللي بعديها. هنشوف دلوقتي بقى في حاجه اسمها ايه كومبلمنت ست. يعني ايه كومبلمنت ست؟ if U is the universal set and A is a subset of U. لو انا عندي اليو دي الام تمام، والاي دي بنتها اللي جواها زي ما انتم شايفين في الفيجر اللي قدام، then the complement of A اللي هي بسميها A داش، شايفين الاي وعليها شرطه من فوق دي اسمها complement A. ماشي، is the set of element in U but not in A. يعني ايه مثل الكلام ده؟ دلوقتي لو انا عندي الام الكبيره دي يو وعندها بنت واحده اسمها ايه تمام. طيب يو دي فيها الاي وفيها نمبرز ثانيه غير الاي، ماشي، هي المربع الكبير السكوير الكبير ده يو، وايه هي السيركل تمام. طيب انا عايزه الاي كومبلمنت، يبقى كل النمبرز اللي موجوده في يو ومش موجوده في اي، اكني انا بكتب اليو واشطب منها الاي. لما يكون عندي اليو شيل منها الاليمنت بتاعت الاي واكتب الباقي. طب تعالوا نشوف اكزامبل عشان نفهم عليه. تعالوا الاكزامبل اللي هنا اليو، اليو دي لو عايزه اكتبها اكتبها ازاي؟ فيها ايه؟ فيها ال1 وال4 وال5 وال2 وال3 صح كده؟ طيب الاي فيها ايه؟ فيها ال2 وال3. طب انا عايزه اجيب الاي كومبلمنت اعمل ايه؟ مش الاي عباره عن ال2 وال3؟ روح لليو واشطب ال2 وال3 واكتب الباقي. لو احنا رحنا عند اليو وشطبنا ال2 وال3 هيتبقى لي مين في اليو؟ هيتبقى لي ال1 وال4 وال5 تاني. يبقى الاي كومبلمنت عباره عن ايه؟ اشطب الاي من اليو، اشطب الاي من اليو. اشطب الاي من اليو، الاي عباره عن ايه؟ عن 2 و 3. تعالى عند اليو كده واشطب على ال2 واشطب على ال3 مش عايزاهم، واكتب باقي الاليمنت تمام كده؟ معايا؟ ايوه ال1 وال4 وال5، برافو عليكم. يبقى A داش او A كومبلمنت اشطب معناها اشطب على الA، يبقى هروح عند اليو واشطب على الاليمنت اللي جواها بتاعت الA.
تعالوا ناخد اكسرسايز عليها عشان نشوف احنا فاهمين ولا لا.